ولكن الحمد لله، وده إنجاز آخر، إن استطاعت الدبلوماسية المصرية والدبلوماسية المناخية حصول إجماع يعني ما بين الدول سواء متقدمة أو نامية على إدراج هذا البند على جدول الأعمال كوب 27 في شرم الشيخ. وده طبعا كان إنجاز. ليه؟ الدول المتقدمة اللي هي أساسا عندها مسؤولية تاريخية في الانبعاثات منذ الثورة الصناعية مش عايزة تفتح ملف التعويضات، لأن هيفتح عليها زي ما بيقولوا بوابات الجحيم. بوابات الجحيم بالظبط كده حضرتك. فهم مش عايزين يفتحوا هذا الملف، ولكن هم مستعدين ان هم يدفعوا مساعدات انسانيه لما يحدث الخسائر، يعني حصل في باكستان ونيجيريا وهنا وهنا، هم يقولوا ايه، احنا هنبعت مساعدات انسانيه على سبيل ان دي ناحيه انسانيه وليست الزاما عليها ان احنا نعمل. لكن لو في صندوق التعويضات هيبقى في الزام، هيبقى في الزام، يعني هم دلوقتي بيتكلموا على التزام اخلاقي وادبي ان احنا هنساعد ونعمل، ولكن في صندوق التعويضات احنا هيكون في اليه للمصادر التمويل، اليه للصرف على ايه، وتعريف ما هي الخسائر والاضرار، لازم يحط ديفينيشن تعريف كامل عشان مش يكون في علاقه سببيه، مش اي حاجه طبيعيه تحصل. ما انت عارف حضرتك ان التغيرات المناخيه في جزء منها او التلوث عامه جزء يعني طبيعي، وفي جزء متسبب فيه النشاط الإنساني، وفي النشاط الإنساني، فبالتالي لابد إن احنا نكون محددين جدا ما يندرج تحت النشاط الإنساني وما يندرج تحت الانبعاثات التراكمية للدول الصناعية. فدي كانت إنجاز تاريخي، يعني احنا صنعنا التاريخ بوجود هذا البند أولا على المحادثات بعد 26 مؤتمر ما يبقاش موجود، ثم ثانيا الإجماع، ما هو كله بكونسنسس، كله بتوافق، يعني هناك توافق على إنشاء هذا الصندوق. التفاصيل طبعا هتيجي، لأن طبعا ما لحقوش إنهم يعملوا التفاصيل. التفاصيل ده هتاخد شهور وهتاخد لجان فنية وهتاخد سياسة كتيرة جدا. ليه؟ لأن في مشكلات على الموضوع ده، هندفع لمين، الدول الأكثر هشاشة ولا الدول الأكثر تضرر؟ ففي طبعا يعني هناك. وبعدين حضرتك تعريف الدول النامية، يعني الصين على سبيل المثال هي أول دولة في الانبعاثات، ولكن هي حسب تعريف الأمم المتحدة هي دولة نامية. طيب، ولكن حضرتك مع انتهاء العقد اللي احنا فيه، يعني على 2030 سيصبح الانبعاثات التراكمية للصين عدت أمريكا وعدت الدول التانية. فإذا لو احنا هنتكلم على دولة نامية يبقى مش هتدفع، هتاخد تتلقى مساعدات وتعويضات. لو اتكلمنا على الكميات التراكمية للانبعاثات بتاعتها على 2030، لا، هتصبح هتتغير الحالة بتاعتها، من تدفع هتدفع. فدي طبعا لازالت حضرتك مسائل خلافية، وانا ما يعني انا بقول كخطوة اولى ممتاز جدا ان هي تم انشاء هذا الصندوق، ولكن هنحتاج بقى لسه شغل كتير ولجان فنية ودبلوماسية مناخية أخرى